السلام ورحمة الله حبايب الكرام، تعلقاتكم بكل خير. اليوم ان شاء الله جيتكم بسعادة اخرى جديدة اللي هي الطويجنات بالبروكولي وبالديسكالوب دو بولي. لهذه الوصفة هنا اسمها نسحق. هنا عندي في المقلة تاعي درت شوية نتاع الزيت وحطيتها تسخن. راح نعمل عليها شوية نتاع البصل هكذا اللي قطعته رقيق بهذا الشكل. راح نزيد عليه دريسات تاع الثوم، واحد زوج ولا ثلاثة ابخي هكذاك تاع الثوم، ونقلي كل شيء مع بعضه. هنا كي يبدا يتقلى راح نزيد عليه لي ديسكالوب تاعي اللي كنت قطعتهم من قبل هكذا. نخلي كل شيء مع بعضه. هنا كي يوصل لي انا نص الطياب كما راكم تشوفوا هكذا، راح نبدا نعمل الحروف تاعي قبل ما نعمل البروكولي. بس البروكولي انا هنايا سلقته نص سلاح بس، وكان نعملو الحروف نبدا نخلط راح يتكتك لي، وانا مانيش حباتو كي يتكتك لي. راح نعمل فلفل اسود شويه، تاع فلفل اسود، نعمل شويه تاع الملح حسب الذوق، شويه تاع البصله ياسة شايفه، شويه برك ماشي بزاف، رشه خفيفه يعني شويه برك تاع قرفه، وقزبر يابس تهوى شويه برك ماشي بزاف، وشوية تاع فلفل حار، وهذا اختياري بيان سور على حسب الرغبة والذوق تاع كل واحد. نخلط لو تو مع بعضه هكذا، ريحة ما شاء الله راها تمد شابة ريحة. الطبق يجي هايل بلا صوص بلونش، يجي شباب وخفيف. رمضان يا ربي كتب ان شاء الله يا ربي حاجة خفيفة. انا هنايا في هذه المرحله راح نسوي البروكولي نتاعي كامل هكذا، نحاول غير بالعقل نمزج الخليط مع بعضه بلا ما نكسر هذاك البروكولي نتاعي. يعني حتى لو تكسر شويه ما عليش بصح ماشي بزاف، يعني ما لازمش يتفتت لنا كامل هكذا. هنا من بعد ما قليتهم شويه كما راكم تشوفوا وبدا يدبل عندي هذاك البروكولي، راح نزيد عليه كميه تاع لا كريم فريش ولا كريم ليكيد، يعني اي حاجه متواجده عندكم كميه، ونخلي كميه وحده اخرى نخلي شويه اللي باش راح نعمل فيها البيض. انا اللي عملت وحده هنايا وخليت نص هنايا، عندي غير نص باش نعمل فيه البيض في الاخر هكذا بالعقل برك، ونخليها هكذا ما نخرف فيها ما والو هكذا. نغطيها ونخليها واحد 10 مينوت حتى نشوف هذاك لاصوص تاعنا اختارت كما راكم تشوفوا، راهي عاده مخلوقه نشوفها اختارت. هنا انا سيبون راهي اختارت عندي البويون كما راكم تشوفوا، شوفوا اختار عندي وتماسك هكذا. انا مناح نطفي عليه النار. هنا انا حضرت زوج حبات تاع البيض، وحضرت التويجنات ديالي اللي راح ندخلهم للفور. هنا على البيض ديالي راح نزيد شويه تاع لا كريم، شويه برك هكذا نتاع لا كريم، شويه نتاع فلفل كحل. اذا تحبوا المعدنوس وهاد الصوالح تقدروا ديرو، انا لا لان ولادي ما ياكلوهمش. نخلط مليح هذاك البيض مع لا كريم تاعي فوالا، ونخوي هذاك الخليط تاعي كامل على البيض تاعي على الخليط هكذا، وغير بالعقل راح نخلطهم غير شوية هكذا. نحاول يعني قد ما نقدر نخلي هذوك لي بروكلي ديالي شوية مصورين. هنا انا راح نبدا نعمر في الطويجنات تاعي بالعقل هكذا، بسم الله يا ربي هكذا نسيي كامل نعمل فيهم بهذا الشكل. هنا نعمرهم كاملين. اذا لاحظتوا انا هنا ما عملتش الفرماج في لاباغ جوسكا ماتنون، يعني راني مخليه حتى لافان باسكو انا خدمت بلا كريم ليكيد نتاع لاباتيسري، يعني سي با اوبليجي، يعني تقدر ديروا غير لا كريم فريش نورمال. انا خدمت بها يعني هي عندها كي طيب وتختار عندها لوغو تاع لو فرماج، يعني جي بريفيري ما نزيدش لو فرماج لداخل حتى الاخر، وراح نعمل فرماج غابي من الفوق وخلاص فوالا. هنا من الفوق راح نزيد شويه تاع الفرماج
غير من الفوق هكذا، وراح نطحيهم للفور على 180 درجه، نخليهم واحد 15 مينوت ماكسيموم، هذوما ينشفوا لنا برك هذا مكان. نشوفوهم ان شاء الله يا ربي في طبق التقديم مع بعض. نتمنى ان شاء الله ينالوا اعجابكم وتجربوهم. وصفه خفيفه، وجبه خفيفه، واللي بغاو يكون فيهم بزاف تاع لي فيتامين لينا وللدراري مع لي زيسكالوب لي فرماج. اذا كتعملوا لا كريم فريش بزاف ما تعملوش الفرماج، يعني نصيحه باش ما يجيش طرو دو فرماج، يعني غير فرماج غابي من الفوق يعني كتزيين. هذا مكان هكذا، ونشوفوهم ان شاء الله يا ربي طبق تقديم مع بعض.